بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان اللي هنبدأ بيه النهاردة هو preparation of ethyl peroxy carbonic acid. ال O-Ethyl peroxy carbonic acid رمزه HOOC double bond O O ethyl, وده O-Ethyl peroxy carbonic acid. وطبعا احنا هنستخدم البيروكسي ده في ان احنا نعمل epoxidation. احنا عارفين لو عندنا الكين وبنحاول نعمل له epoxidation بالهيدروجين بيروكسيد, فعلى طول الاكسجين بتهاجم الكربون والدبل بوند بتفتح والكربون بترتبط بنفس الاكسجين وبينتج لنا الترانزيشن ستيت زي ما احنا خدنا المرة اللي فاتت. تمام. وبعد كده بينتج لنا الايبوكسايد بتاعنا. تمام. المشكلة البسيطة هنا ان الـ OH دي مش good living group, وعشان هي مش good living group فالريت بتاع الـ epoxidation بيكون بطيء. احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا نقدر نسرع الريت بتاع الـ epoxidation بطريقتين, يا اما نيجي على الالكين ونحط له electron donating groups, تمام, او نيجي على البيروكسي ونحط له electron withdrawing groups. تمام. فاحنا هنحضر المركب ده علشان هنستبدل الـ OH اللي هي مش good living group بالجروب الجديدة اللي هتكون good living group, فنخلي الريت بتاع التفاعل اسرع. طيب ازاي احنا بنحضر الـ O-Ethyl Peroxy Carbonic Acid بتاعنا؟ احنا بنفعل الـ Cl2 مع الـ CO بينتج لنا CL اللي هو الفوسجين, والفوسجين معروف ان هو توكسيك جاز. تمام. بنفعله مع الإيثانول, فالكلور بتبتدي تسحب الهيدروجين هنا ويخرج لنا HCl وينتج لنا CLCOO-Ethyl اللي هو اسمه إيثايل كلوروفورميت. اللي بعد كده نقدر نفعله مع NaOOH فيخرج لنا الـ NaCl وينتج لنا HOOCOO-Ethyl اللي هو المركب بتاعنا O-Ethyl Peroxy Carbonic Acid. تمام. لما نيجي نعمل epoxidation باستخدام المركب بتاعنا, فأدي الكين وهتكون الميكانيزم معتادة زي ما احنا تعودنا. تماما. الاكسجين هتبتدي تهاجم الكربون والدبل بوند هتفتح والكربون ترتبط بنفس الاكسجين وينتج لنا الترانزيشن ستيت بتاعتنا. وبعد كده ينتج لنا الايبوكسايد. تمام. يبقى انت تقدر تحط كومنت لما يجيلك تفاعل ليه الايبوكسيديشن بتاعت الالكين باستخدام الهيدروجين بيروكسيد لوحده بيكون الريت فيها بطيء عن لو استخدمنا الهيدروجين بيروكسيد في وجود الايثايل كلوروفورميت اللي هو المركب ده. هيكون الكومنت بتاعك ان الايثايل كلوروفورميت بيتفاعل مع الهيدروجين بيروكسيد بينتج لنا او ايثايل بيروكسي كربونيك اسيد, وهو ده اللي بيعمل الايبوكسيديشن, ولان الجروب دي جود ليفنج جروب فالريت بيكون اسرع. تمام. يبقى في حاله السؤال في الامتحان كومنت, يبقى ده الكومنت بتاعك ان الجود ليفنج جروب خلت الريت اسرع. احنا كنا قلنا ان الميكانيزم في الايبوكسيديشن بيكون كونسيرتد ميكانيزم, بيكون ستيريو سبيسيفيك, لكن في حالة ممكن تكون فيها الميكانيزم stepwise ميكانيزم. امتى تكون الميكانيزم obligatory stepwise epoxidation؟ يعني ال stepwise ميكانيزم هي الميكانيزم الإلزامية, هي اللي بتحصل مش concerted. ده بيحصل لما يكون عندنا electron withdrawing group على الالفا كربون بتاعت الالكين. فلو خدنا مثال, يعني لو عندنا مثلا R CO CH double bond CH R,
تمام. فادي الالكين بتاعنا، لكن الالفا كربون موجود عليها كيتو جروب، تمام. فوجود السي دبل بوند او او الكيتون جروب بيسحب الالكترون دنستي من على الدبل بوند. احنا كنا قلنا ان الريت يكون سريع لما نحط الكترون دونيتنج جروبس على الدبل بوند، لكن هنا في جروب موجوده في المركب بتسحب بتقلل الالكترون دنستي من على الدبل بوند. ففي الحاله دي هنضطر نفعلها مع بيروكسي يكون عليه الكترون دنستي عاليه، يعني عكس اللي احنا كنا بنتكلم فيه، تمام. فبنيجي على البيروكسي، بدل ما نستخدم مثلا HOOH اللي هي الهيدروجين بيروكسيد، نبتدي نستخدم صوديوم هيدرو بيروكسيد او نستخدم تيرشي بيوتايل هيدرو بيروكسيد، تمام. الالفا كربون لو كان عليها اي الكترون withdrawing group زي سي دبل بوند او او سي ان سيانو جروب او السي او او ار جروب، فكل دي جروبس تسحب الالكترون دنستي من على الدبل بوند، يبقى في الحاله دي هتمشي الميكانيزم ستيب وايز ميكانيزم. فلو خدنا مثال، فادي الالكين بتاعنا سي دبل بوند سي، هنا في سي دبل بوند او ار، هنا في اتش، هنا ايضا اتش، وهنا في ار، تمام. لما بنيجي نفعلها مع NaOOH أو tertiary butyl OOH، احنا زي اصلا بنحضر المركب ده، المركب ده بنقدر نحضره لما بنفعل الهيدروجين بيروكسيد مع الصوديوم هيدروكسيد، فبتبتدي ال OH دي تسحب ال H وينتج لنا NaOOH. المركب التاني ده ازاي بنحضره؟ لو خدنا التيرشري بيوتايل بروميد فعلناه مع ال NaOOH فبيخرج لنا ال NaBr وينتج لنا C وعليها ثلاثة من الجروبس الميثايل وبعدين OOH، تمام. فده ازاي بنحضر المركبات دي. لما احنا حضرنا البيروكسي اللي عليها الكترون دنستي عالية بسبب وجود الصوديوم هنا وبسبب وجود التيرشري بيوتايل هنا، اصبحت الميكانيزم ستيب وايز. ستيب وايز يعني هتكون ايونيك، تمام. طالما ايونيك ففي ايونز، فيبتدي ال OOH نيجاتيف اللي هو الانايون يهاجم الكربون هنا، تمام، وينتج لنا انترميديت. فادي ال C بوند C وادي ال R وال H وال OOH. طبعا لما بيبتدي الانايون ده يهاجم الكربون بتبتدي الدبل بوند دي تتحرك، تمام. فيكون هنا عندنا دبل بوند والكربون والاكسجين عليها نيجاتيف تشارج والار وهنا الاتش. اصبح هنا في سنجل بوند، وسنجل بوند دايما عندها قابليه انها تعمل روتيشن، يبقى اصبح عندنا احتمال لان المركب ده يصبح شكله كده. يبقى بعد ما بدأنا بسيس الكين أصبح عندنا هنا احتمالين، أصبح في سيس الكين وفي ترانس الكين، تمام. يبقى بعد ما نتج لنا الانترميديت هيتكون لنا على طول الإيبوكسايد، وهينتج ميكتشر من السيس والترانس إيبوكسايد. يبقى وجود الالكترون ويزدروينج جروب على الالفا كربون خلى الميكانيزم بتاعتنا ستيب وايز ميكانيزم، تمام. بتتم عن طريق تكوين انترميديت، بيحصل روتيشن، الروتيشن ده بيسمح بتكوين
السيس والترانس مع بعض. تمام، فلو خدنا امثله قدامكم، اسئله امتحان، المركب اللي قدامكم ده طبعا اسمه 1 و5 و5، لان هنبدا ترقيم من عند الدبل بوند، يبقى دي 1 2 3 4 5، يبقى 1 و5 و5 تراي ميثايل سايكلو هيكسين 3 اون. تمام، ما تقلقوش ابدا من التسميه، سهله ان شاء الله. يبقى 1 و5 و5 تراي ميثايل سايكلو هيكسين 3 اون، عشان عند كربون 3 موجود سي دبل بوند او، موجود كيتو جروب. تمام، هنعمل له ايبوكسيديشن بواسطه الهيدروجين بيروكسيد. طبعا الايبوكسيديشن هنا هيكون على الدبل بوند. تمام، عايزاكم تحلوها وتعملوا الميكانيزم بتاعتها ونناقشها المره الجايه ان شاء الله. المركب الثاني، فهنا عندكم ايثين موجود هنا 1 و2 على الكربونة، 1 و2 موجود داي فينايل، 2 من الفينايل، وعلى الكربونة 1 موجود سيانو جروب. يبقى 1 سيانو واحد واثنين داي فينايل ايثين. برضو هنعمل له ايبوكسيديشن بواسطة التيرشري بيوتايل هيدروبيروكسيد. هتلاحظوا ان الايثين بتاعكم ده هو موجود في الالفا كاربون بتاعته سيانو جروب، وكنا قلنا ان السيانو جروب من الجروبس اللي بتعمل الكترون ويزدروينج، وبالتالي خلي بالكو انهي ميكانيزم اللي هتستخدموها وانهي برودكتس اللي هتطلع. المركب الثالث برضو الكين، تمام، وعلى الالفا كاربون موجود سي او او ار او سي او او ايثايل، هذه برضو الكترون ويزدروينج جروب. المركب ده اسمه ايثايل بيوتين، لان ده 4 كاربونز وفيها دبل بوند، يبقى ايثايل بيوتينويت. تمام، فاسمه ايثايل بيوت 2 إين، عشان نوضح ان الدبل بوند موجود على الكربون الثانية، وويت ويت عشان تدل على مجموعة السي او او ار. تمام، برضه هنعمل لها ايبوكسيديشن بواسطة الصوديوم هيدروبيروكسيد. تخلي بالكو من وجود الالكترون ويزدروينج جروب، وتحددوا انهي ميكانيزم اللي هتستخدموها وانهي برودكتس اللي هتطلع، ونتناقش فيها ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله.